أهلا بكم أصدقائي، أرجع للتواصل معكم من جديد في حلقتنا اليوم، وموضوعنا اللي نتحدث فيه عن إعطاء الأمور حجمها الطبيعي، وكيف أن إحنا ما نضخم المشاكل، وكيف تضع حد لهذه المشكلة من خلال عدم تضخيمها. وسؤالنا كان أيضا لأصدقائنا اللي حابين نسمع تجاربهم، إذا أنت أعطيت أي مشكلة أكبر من حجمها وش اللي يصير، وش التجربة اللي مرت عليك من خلال هذا الأمر. أذكر مرة ثانية أي شخص حاب يكلمنا، تليفون البرنامج 011-511-2030، ومعنا على التليفون عبد الرحمن. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، حياك الله. الله يحييك يبارك فيك يا أخي ياسر، وصبح عليك وعلى الطاقم اللطيف اللي عندك وعلى اللي يسمعونك دائما. صبحك الله بالنور، يا هلا وسهلا. الله يرحم والديك، أنا ذكرت لك تحت الهواء أنك شيء لا يختلف عليه اثنين، والله يستر عليك، وحبيت أنها كانت تحت الهواء. الله يكرمك، شكرا لك. بالأول والأخير أنا أشكرك والله على هل يعني الموضوع الجميل. أنا صراحة على ما قال يعني الواحد بعض المرات طيبة قلبه يمكن تقلب عليه وهو ما يدري سبحان الله. أنت زي ما ذكرت إعطاء المشاكل حجمها الطبيعي، أنا أعتقد أنها كافية ووافية. أنا السند الوحيد للوالد والكبير والوفاء، الله يطول بعمره ويرحمه من الناس. آمين يا رب، يخليك له. الله يرضى عليك ويرحم والديك. فالكلام وأنا أخوك كنت في عمر المراهقة، وتخبر الواحد طيش وشباب وروح مع ذا وتعال مع ذا، فكان يعلمني يعني فعلا الأيام تبين لك وش الكلام اللي كان يقال لك. يعني تخبر إحنا صغار نطنش ما نسمع، الواحد يبي بس يروح ويجي على مزاجه. لكن بعد يعني أنا أتمنى أنه أي واحد يسمع يعني الشيء اللي قاله بشيء زين، لأنه في لحظات من العمر حرام أنها تروح، لا معنى في أوقات حرام أنها تروح. كلامك والله لو بتكلم من اليوم إلى بكرة ما وفيت في حقي. أنا يعني كنت مستمع قبل شوي ورايح للمنزل، والله هذاني قريب يعني وصلت، ولكن أنت روحاني يا أخي ياسر. الله يطول عمرك، شكرا. أشكرك على صدق إخلاصك ووفاك ومن يعمل معاك يعني يد واحدة ما تصفق على قولاتهم. أكيد أكيد، أتمنى لك الشيء المزيد يا غالي. شكرا شكرا يا عبد الرحمن، وياكم نسمع. الله يحفظك، ما شاء الله عليك تبارك الله، على ما قال قدوة. طول عمرك، الله يعافيك. شكرا يا عبد الرحمن، أنا سعيد أيضا بمشاركتك وبتجربتك معنا. وبالفعل يعني نقطة مهمة جدا ذكرها عبد الرحمن، انه الانسان دائما في العمر، او في ما نبغى نقول في بدايه العمر، في بدايه الشباب، دائما يعني ممكن يشوف المشكله بمنظور مختلف تماما عن الانسان اللي مر في تجارب، او حتى لو كنت انت تسمع لنصيحه من والدك في عمر مثلا في بدايه العشرينات، ما تعني او ما تكون يعني لها اهتمام كبير إلا إذا أنت وقعت في مشكلة معينة، تعرف قيمة هذا الكلام كويس وتعرف كيف تتعامل معه. فشكرا لك يا عبد الرحمن، روح لعبد العزيز. أنا وساني عبد العزيز، حياك الله. أرحب، صباح الخير. صباح النور، يا هلا وسهلا. لكل المستمعين وطاقم الـ NBC. الله يحييك، يا هلا ومرحبا. الله يطول عمرك يا أبو فرح. المشكلة يا أبو فرح، إحنا في حياة، أو إذا أنت أعطيت المشكلة أكبر من حجمها، أنا رأيي الشخصي أنك بتتعب مستقبلا، ستمر عليك مرحلة اسمها نقطة تحول، ستغير فيك الكثير، وستكون فيها دروس الحياة قاسية مو مكثفة عليك، ربما تواجه في عمر صغير أو عمر كبير، ستختلف من شخص لآخر، لكنك ستصبح فيها أكثر فهما لحياتك ولتصرفاتك مع الناس، ستكون هاديا جدا وتتقبل كل شيء، ومع أنها صعبة لكن بعدها ستكون شخصا أفضل وأقوى. القاعدة يا أستاذ ياسر، من أعطى شيء أكبر من قدره دفع الثمن لا محالة. جميل يا عبد العزيز، جميل، شكرا لك. أنا سعيد باتصالك، أنا وسعيد في خدمة NBC وفي خدمتك أنت شخصيا. طول عمرك، الله يعافيك، شكرا لك، الله يحفظك، في أمان الله، مع السلامة. تحية لكم من فيصل العمري، أهلا وسهلا فيك فيصل. يقول تضخيم الأمور لن يزيدك إلا تعب، كذلك إعطاء الأمور أكبر من حجمها يصعب عليك التعامل معها وحلها.
فكر معي بشكل جيد أنه شوف هذه المشكلة، هل تستحق مني مثلا؟ في بعض الأحيان نمر على أو نسمع، خلينا نقول من بعض الأصدقاء، أنه يقع في مشكلة. تعال وش مشكلتك؟ والله مشكلتي أني أنا كان عندي صديق ووثقت فيه وخذلني. طب هل يستحق منك أوكي، هذه مشكلة، أنا أعتبرها مشكلة وأعتبرها يعني شيء محزن حقيقة أنه إنسان يتعرض لهذا الأمر، ولكن هل تستحق أنك تهول الموضوع، تكبر الموضوع في أي علاقة، في أي خطأ ممكنك أنت تقع فيه؟ هل نظرت لهذه المشكلة بمنظور أو بحجم هذه المشكلة فعلا، ولا بعض الأحيان نقعد يعني على الأطلال أو نجلس على المشكلة ونحزن ونسمع فيها كثير ونتكلم يوم ويومين وثلاثة وأربعة، وتظل كأنه لقيت شغلة، أنه ما عاد عندي شغلة إلا هذه المشكلة. فلذلك هذا الأمر ينعكس عليك بشكل سلبي. خلينا نرجع للاتصالات مرة ثانية، نقول ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يسعد صباحك أخي ياسر. الله يسعد صباحك، أهلا ومرحبا. كيف حالك أخي ياسر؟ خير، الله يطول عمرك ويحييك. والله حبيت أمسي عليك، أصبح عليك أنت والمشاهدين والمستمعين يا حبيبي. صبحك يعني بالنور، يا هلا ومرحبا. حبيت أطلب أغنية إذا كان ممكن. الله يسعدك، تفضل. عبد أي شيء لعبد المجيد، الله يسعد قلبك. طيب طيب، ولا أصلا أغنيتنا الجاية عبد المجيد. أنا أنطرب إن سمعت صوتك أخي ياسر. طول عمرك، هذا من طيبك، الله يحفظك. شكرا، شكرا لك. شكرا لك، في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة، في أمان الله. أذكر مرة ثانية لأي شخص حبي يحكي لنا تجربة معينة في تضخيم الأمور، أو يعني أعطيت مشكلة في يوم من الأيام أكبر من حجمها، وبعدها اكتشفت أنه أخذت من وقتك ومن جهدك ومن تفكيرك الكثير، وكان حلها أسهل مما تتوقع. رقم التليفون هو 011-5-1-20-30. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني على تويتر. عبد العزيز يقول: مفتاح الحل لأي مشكلة هو الاعتراف بها وتحديدها ومواجهتها وعدم تجاهلها وتأخير النظر فيها واليأس والاستسلام لها، لأنها مثل الجرح، كلما أهملته كلما زاد ألمه. شكرا لك يا عبد العزيز. كمان هذه رسالة من عبد الرحمن يقول: صعب صعب، خاصة إحنا المتعصبين، وفي آخر شيء تكتشف إن هالموضوع ما يستاهل هذا الشيء كله. شكرا لك يا عبد الرحمن، أنا سعيد جدا برسالتك وبمشاركتك. روح الاتصال ونقول ألو. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أوقاتكم بكل خير. يسعد أوقاتك وحبيبك، مرحبا. كيف أحوالك؟ والحمد لله خير. الله يسلمك ويعافيك. والله برنامجك جميل، والأجمل اللي بين أنه جميل كثرة الاتصالات. أنا لي كم يوم والله أحاول أشارك مواضيع جميلة، ولكن هذا يدل على أنه إحنا المستمعين مبسوطين. طول عمرك. بالنسبة لله يحفظك، ما أبغى أخذ من وقت الأخوان. بالنسبة للمشكلة، يعني إحنا كتجارب يمكن الآن تعدينا 65 مرة، علينا تجارب كثيرة، و زي ما تفضلت وقت المراهقة يختلف عن الآن، ولكن ننصح المراهقين الآن أو في سن المراهقة أنهم يتمتعون بالمهارات اللي نتمتع بها الآن، اللي هي أنه كل ما ضخمت المشكلة لن تجد لها حلول، وكلما سهلت المشكلة وجدت لها حل بسرعة. والأمثلة كثيرة، مثلا نقول زعل أسري. يا أخي أكون متسامح، إذا هذه مهارة وصفة أتميز فيها فأنحلت المشكلة، ولكن لو تكون سلبية يعني حتكون تجد مئة نقطة سلبية وانت حليتها بحل واحد إيجابي. المشاكل الأسرية العائلية في البيت في المنزل مرت علينا كثير، إلى حد الانفصال، يعني مشاكل أنه ممكن تنفصل، ولكن تجد أنه لو ضخمت الموضوع الأسرة كلها تتفكك، ولكن لو نظرت أنه أصبح لك أقارب من جهة الزوجة وهي أصبح لها أقارب من جهة الزوج وارتباط أسري وأطفال، إذن حلها يكون أسهل بالتراضي بالتسامح
وكلنا نخطي مهما أخطينا، ولكن نتسامح. جميل. أنا لا بالعكس، أنا ودي أسألك معلش، يعني أنت أخ كبير لنا وأب، وخبرتك في الحياة يحفظك. والله يطول عمرك إن شاء الله. أنا بس يعني للناس اللي يسمعونا اللي أعمارهم من تحت 30 أو 35 سنة، أنا لو سألتك وش أكبر مشكلة بالنسبة لك؟ بالنسبة لي قبل 30؟ لا لا، الآن في هذا الوقت. بس هذه رسالة للي يعني يشوف بعض المشاكل اللي متوسطة أو صغيرة يشوفها كبيرة. أنت بالنسبة لك؟ لا والله يا أخي ياسر والمستمعين الكرام، إنه بعد ما كنت أجلس في أي مشكلة أجلس بيني وبين نفسي فقط وراجع نفسي، وجدت أن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل لكي نحكم بالحكم الجميل، فتراجع ذاتك ونفسك بالحلول فسبحان الله تجدها. لا تعطي الحل مثل ما نقول مستعجل أو بقرار، لا، أجلس بينك وبين نفسك وحلل المشكلة كلها ثواني تراها، فتجد أنه تطلع بنتائج إيجابية. يعني أكبر مشكلة بالنسبة لك تجد لها حل، ما في مشكلة عندك ما لها حل؟ والله كل المشاكل حتى ولله الحمد، الحمد لله. أني أتدخل في مشاكل للزملاء لمحبتي لهم وأجد لها حلول بسيطة بابتسامة بتسامح. ليش؟ لأنه تعلمنا من الناس اللي كانوا أكبر منا، نقول كيف هذا حكيم، كل واحد مننا حتى الصغار يستطيع أنه يكون حكيم. طيب حكيم؟ سؤال معلش وش السر؟ يعني وش السر اللي يخلي الإنسان ينظر للمشكلة الكبيرة بأنها طبيعية وممكن تصير وما تقلقني وحلها سهل والباقي على الله سبحانه وتعالى؟ وش الخلطة السرية في هذا الأمر؟ الخلطة السرية الله يحفظك أنه ما نرجع لتاريخ المشكلة، نحل المشكلة من الآن، يعني ما نشعل النار مرة ثانية. ليش؟ لأنه جميع الأطراف لما تذكروا بتاريخه وبمشاكله حيستمر أنه هي الصح، ولكن نحل المشكلة من الآن، ما نرجع للتاريخ المشكلة والبدايات لا، نبدأ نتصالح من الآن، خلاص ما نرجع. جميل. للمشكلة. جميل جميل أخوي بدر، أنا سعيد بمشاركتك ونستفيد منك دائما. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا. الله يطول عمرك. في أمان الله. مع السلامة. يا هلا وسهلا. جميل جدا أنه يكون عند كل إنسان إيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه ما في مشكلة ما لها حل. في ناس تقف عند المشكلة، وفي ناس يعني تعتبر أنه هذه المشكلة جزء طبيعي وأنه هذا وارد وممكن يصير، فلذلك ما يرهق نفسه كثير في التفكير أو في إعطاء هذا المشكلة أكبر من حجمها. لذلك أصدقائي، ما زلت حب أسمع الكثير من تجاربكم. إذا وقعت في مشكلة وعطيتها أكبر من حجمها، وش اللي صار معك؟ وكيف ممكن تضع المشكلة في حجمها الطبيعي؟ على عبد الرحمن الجريبان، أهلا وسهلا فيك، يقول فعلا حبيت أني أذكرها ولكن ما سبقني الوقت، أو سبقني الوقت. الخذلان أو خذلان الصديق هو من يعلم أو يعلم ذاتك. أتوقع أنه يعني كل واحد يعرف الشيء اللي ممكن أو المشكلة اللي ممكن يقع فيها من خلال الخذلان تحديدا. خديجة، أنا وسالم فيك، تقول كل مشكلة تعطيها أكبر من حجمها، فأنت في الحقيقة تسقيها من صحتك والأزمات ما تحلها الأحزان، وأنه من الهموم ما يكون علاجها مواجهتها بحكمة واتزان، وبعضها يكون علاجها فقط عدم الاهتمام. فلا تهتم لكل شيء يوجعك، بعض الهموم تموت بقلة اهتمامها أو اهتمامك بها. شكرا لك يا خديجة. نروح لاتصال مع وقيدة. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا. صباح الخير عليك. صباح النور. الله يحييك. الله يحييك. والله شوف، موضوع مرة أنت قاعد تتكلم عن موضوع مرة مهم جدا وحساس بالنسبة لبعض الناس اللي إن شاء الله أنهم في هالحلقة إن شاء الله أنهم يستفيدون، يقدرون يتجاوزون أشياء كثيرة إن شاء الله. لأن أنت ما شاء الله دائما مواضيعك ما شاء الله تلامس الشريحة الأكبر من الناس.
بالنسبة لمواجهة الضغوطات أو المشاكل أو هذه، يحتاج يعني ترى يعني دائما تسأل فيها أهل اختصاص. وإذا كان إذا كانت مثلا المشكلة اللي تواجهها مشكلة نفسية أو مشكلة عاطفية أو مشكلة أسرية أو مشكلة مادية، أو حاول إنك إذا ما قدرت أنت بنفسك تحل المشكلة أو إنك يعني عندك القدرة إنك تواجهها لحالك، عادي ما يمنع تستعين بأحد صديق، تستعين بأحد من أهل الاختصاص، سواء مثلا إذا كانت مثل ما قلنا المشكلة أنت عارفها، ونص النص الحل دائما إنك تعرف إيش المشكلة. فصعب جدا ذي الأيام إنك تواجه مشكلة بالحالك للأمانة، فدائما يعني حاول إنك تواجهها بنصيحة من أهل الاختصاص. جميل. هذه نصيحتي للأخوان. ومرة يعني المشاكل مهما حجمتها ما أنت ما راح تستفيد أي شيء. المشكلة كبيرة، حاول أنك نفسيا أنت تهيئ نفسك لها وتتعايش معها، لأن ربي ما يحمل الإنسان فوق طاقته نهائيا. بالعكس، المشكلة هذه أنت إذا تجاوزتها راح تلاحظ أنها خلقت شيء فيك، أو حولت شيء في مسار حياتك، أو غيرت فيك شيء أنت بتلاحظ أنه إيجابي. جميل جدا، جميل. فدائما المشاكل الأشياء دي تصنع بالضبط، تقوي الإنسان وتقوي شخصيته. تقوي الإنسان وتقوي شخصيته، وكمان تقوي تحمله على يعني مواجهة. نعم صحيح. المشاكل يعني لما تطيح في مشكلة اليوم تشوفها صعبة وتحلها، اللي بتجي بعدها بتشوفها سهلة لأنك حليت الأصعب. صحيح. أنا شخصيا إذا تذكر أنت يا ياسر، قد كلمتك في مشكلة أنا شخصيا كنت مواجهها، قلت لك كان في إنسان يعني قريب من محيطي وأنه مسيطر علي بحكم أنه له سلطة علي، يعني في أشياء كنت مواجهها، وأنت قلت لي يعني ما يمنع أنه توجه لأحد من أهل الاختصاص. وللأمانة اتجهت استشاري نفسي واستشرته في الأمر، والحمد لله استفدت وصرف لي بعض الأدوية اللي تتحكم بالسيتويشن نفسه إذا صار الوضع، يعني كيف أضبط نفسي. يعني جميل. شفت أن بعض الأشخاص يناظر مثلا في العلاج النفسي اللي مثلا أنا طلعت من مشكلة أحتاج تهيئ أنا. جميل. أحسنت وقيدة. ما في ضير نهائيا. وللأمانة أنا يعني أدعي لك في حضورك وفي غيابك، طول عمرك الله يعافيك، لأن أنت من الأشخاص اللي نصحتني ووجهتني. أبد بالعكس أخوي وقيدة، والعمر ما هو فارق. بالعكس، يعني مثلا إذا كان عمرك 40-50 أنت تشوف أنك أخذت خبرة كافية في الحياة، لا يا حبيبي باقي فيه شيء أنت مثلا غايب عنك، ما يمنع أنك تشير، ما هي عيب، ما هي أحسنت حرام. أحسنت يعني. أحسنت. شكرا لك وقيدة، أنا سعيد جدا بمشاركتك وباتصالك. ويعني مش غلط أنه الإنسان لما يواجه مشكلة ما هو بقادر يحلها، أو عنده شيء في حياته مسبب له يعني ضرر على نفسيته ومو قادر يحلها، لا، تشوف أحد يساعدك فيها، بس مش أي أحد، أحد يكون متخصص في هذا الموضوع، يعطيك الحلول اللي تساعدك في أنك تحلها. فشكرا لك وقيدة. وفي نفس الوقت زي ما ذكرنا، في بعض الأحيان مشاكل، أنا ما أقول أنه كل المشاكل سهلة، لا، في مشاكل صعبة وصعبة جدا، بس نعطيها مقاسها الحقيقي. يعني إذا مشكلة كبيرة، أوكي، هي مشكلة كبيرة ونتعامل معها على أنها مشكلة كبيرة، ولكن نعطيها أكبر من حجمها. فكيف بكرة لو مر عليك يعني مشكلة أكبر، بتشوفها سهلة لأنه أنت تجاوزت الأصعب. روح لاتصال ومشاركة جديدة. ألو، هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير أخي ياسر، كيف حالك؟ بالنور. هلا وسهلا، الله يحييك. هلا ومرحبا. شاكر لك على البرنامج وعلى اختيار الله جيد حيك. ما شاء الله، يا هلا ومرحبا. فرح أكثر من جيد، الله يحفظك. طول عمرك. طال عمرك. والله من ناحية المشكلة زي ما قلت وتطرقوا الأخوان، الواحد ما يحاول أنه إيش يعطي المشكلة أكثر من حجمها، أو أنه يتجه للشخص غلط غير الشخص الصحيح لحل المشكلة. فإن نواجه مشاكل يعني في الحياة يعني شبه يومي، لازم يمر على الإنسان مشكلة كيف يقدر يتخلص منها وكيف طريقة الحل لها الصحيحة.
فبالتوجيه وبالاستشارة الصحيحة نقدر نتغلب على مشاكلنا. أحسنت أحسنت، شكرا جزيلا لك، أنا سعيد بمشاركتك. شكرا شكرا سعيد، الله يسعد أيامك، شكرا لك، في أمان الله. على تويتر هذه رسالة من نوف الرشيد تقول: عمري ما عطيت المشاكل أكبر من حجمها، لأنه عندي يقين بأنه رب العالمين أو يقين في رب العالمين أنها تنحل سواء أعطيتها أكبر أو أقل من حجمها. هذه رسالة أيضا من فات الميعاد تقول عن تجربة شخصية: الصحة وأن تصنع لنفسك مجدا وحبا بقلوب الآخرين أولا، تعلم الهدوء ودرب ذاتك على حب نفسك، وأن صحتك وعافيتك هي رقم واحد في هذه الحياة. توكل على الله في كل أمور حياتك، وناقش بحب وتفهم صغر المشكلة حتى لا يغتالك المرض وتأكلك العصبية. خذ برأي شخص تثق فيه. شكرا لك فات الميعاد، وشكرا لتواصلك. وزي ما ذكرنا في بداية الأمر بأنه في بعض المشاكل تسبب لصاحبها التفكير الزايد، الغضب، التوتر، يعني تنعكس عليك بشكل جيد. بسبب إيش؟ بسبب تأويل وتضخيم هذه المشكلة حتى وإن كانت مشكلة بسيطة. في بعض الأحيان في العلاقة الزوجية تجد النظرة للمشكلة من الطرفين تختلف، ففي بعض الأحيان تجد أنه أكبر مشكلة عند الزوجة تكون حجمها صغير جدا عند زوجها، والعكس كذلك في بعض الأحيان. ففي هنا في العلاقات أو في الشراكة الزوجية نظرة الطرفين للمشكلة قد ممكن تسبب كثير من يعني المشاكل، من هنا تضخم ومن هنا تصغر، أو أحد يحاول يصغر وأحد يحاول يكبر هذه المشكلة. كيف ممكن صديقي المستمع أنه أو عزيزتي المستمع أنه تعطي هذه المشكلة حجمها الطبيعي؟ وكيف ينظر لها الشخص؟ يعني في بعض الأحيان المرأة يعني يكون عندها مشكلة معينة تعطيها حجمها الطبيعي، ولكن حجمها الطبيعي بالنسبة لها أكبر من حجمها الطبيعي عند الشريك. فلذلك كيف ممكن من خلال خبرتك أو من خلال تجربتك توازن في هذه المرحلة تحديدا؟ لكل اللي حابين يشاركونا مرة ثانية بذكر رقم الاتصال 011-511-2030. بعض المقولات اللي انقالت في موضوع تضخيم الأمور، يقول لك تضخيم الأمور يجعل المشاكل يعني أكبر بشكل كبير مما هي عليه في الواقع، فإذا نظرت لها بمنظور أبعد تجدها أو تراها بحجمها الطبيعي. في بعض الأحيان الخيالات أو التفكير السائد زي ما ذكرنا في البداية يكبر الأمور أو يهول الأمر. التفكير السلبي يزيد بشكل غير مبرر، تقعد تفكر على طول، تفكر باستمرار في هذه المشكلة. في بعض الأحيان أو غالبا يكون التفكير الإيجابي يعطيك تعزيز لرؤية واضحة لهذه المشكلة، ويقلل عندك حجم تضخيم هذه الأمور. لذلك حب أسمع تجاربكم أصدقائي. خلونا نروح ناخذ هذا الاتصال معنا على الهواء. ألو، أهلا وسهلا. ألو ألو، يا هلا ومرحبا، حياك الله. الله يحييك، يا هلا وسهلا، تفضلي. أهلا فيك. أنا صراحة جذبني الموضوع اللي هو إنه مثل ما يقولون كبرها تكبر صغرها تصغر. نعم صحيح. يعني شو بقدر عشان أسمع الصوت. دائما هذا يصير في العلاقات الزوجية للأسف أستاذ ياسر. أول إحنا ما كان عندنا وعي إنه إحنا نعرف أو نفهم الرجل إحنا كنساء. فالواحدة ممكن تتزوج وأمهاتنا اللي طول في أعمارهم يعلمونها الأشياء البدائية، إنه كيف تكرمين الزوج وكيف تهتمين فيه، بس ما في كيف نفهم الرجل. كل واحد منا سواء مرأة أو رجل لها سبحان الله يعني عقلية مختلفة. بس أولا وأخيرا العتب أكثر شيء على المرأة. الرجل مثل الطفل الصغير،
تقدر المرأة تحتويه بسهولة. نعم صحيح. بس إنه مين المرأة اللي تفهم الرجل؟ إحنا كنساء نحتاج نفهم تفكير الرجل. دائما المشاكل تصير بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يفهم. نعم بالضبط. فهنا تبدأ المشاكل. وفي بعض الأحيان يكون المشكلة في نظر المرأة عكس تماما نظرة الرجل لها. يعني نسمع دائما أنه بعض المشاكل بالنسبة للمرأة هي مشكلة كبيرة جدا، بينما الرجل ينظر لها أنها مشكلة أبسط مما يكون، والعكس. بالضبط، لأنه تفكير المرأة يختلف عن تفكير الرجل. تدريش مشكلتنا في العلاقات أنه إحنا عموما سواء كان بين أزواج أو العلاقات اللي بين يعني في الصداقات العامة. نعم. يعني دائما إحنا نحط أنه نقدر المشكلة على حسب إحنا فكرنا مفهومنا، ما نحس بالشخص الآخر. أنا ممكن أقول مثلا موقف أو كلمة ضايق الطرف الثاني، بس أنا في نظري ما ضايقة، بس هو ضايقة. عرفت الفكرة؟ صحيح بالضبط. دائما إحنا نأخذ بتقديرنا، ما نفكر بالآخرين، فهنا تبدأ المشاكل. يعني بين الزوجين يجي يقول أنا الموضوع عادي، أنت ليش كبرتيه؟ لو في اللحظة اللي إحنا يجينا الإحساس إن إحنا نحس بالآخر، ما راح يكون في مشاكل. كلام سليم، كلام جميل جدا. أتمنى إن الأمهات الآن كل بنت مقبلة على الزواج، وكل ولد مقبل على الزواج، يكون في دورات تثقيفية إنه كيف المرأة تفهم الرجل. الرجل ربي خلقه بتركيبة معينة والمرأة كذلك، فلازم يكون في احتواء، يكون في اهتمام، ولكن بالطريقة اللي تناسب عقلية كل واحد. سليم، هذا كلام سليم جدا. أنا سعيد جدا بمشاركتك الرائعة، شكرا جزيلا لك وشكرا لاتصالك علينا. شكرا لك، في أمان الله. زي ما ذكرت أنه يعني ممكن تختلف المفاهيم بين الرجل والمرأة بالذات في العلاقات. ليش دائما يعني نسمع هذا الكلام؟ أنت كبرت المشكلة وهي صغيرة، من أي طرف من الطرفين. فلذلك يعني تحتاج أنك أنت تفهم هذه المشكلة وتستوعبها وتعطيها حجمها الطبيعي جدا بدون تأويل أو تضخيم. مرة ثانية تليفون البرنامج 011-5-1-20-30. هذه رسالة جميلة جدا، يقول استمتع باللحظة الحالية، امنح الأمور حجمها الحقيقي، فكر فيها بإيجابية حتى تستطيع حلها. هذا كلام سيء. دائما احنا لما يعني نطيح في مشكلة ونقرأ أو نسمع عن مقولات ما تجي معاك لأنه أنت في مشكلة الآن، أو بعض الأحيان، وزي ما ذكر صديقنا وقيدة في الاتصال، أنه إذا حسيت أنه تفكيرك انتهى وقفل معاك الموضوع، تقدر أنك أنت تستشير. ولكن ما نقع في مشكلة ثانية أنه إحنا نستشير الشخص الخطأ، أو يعني تكشف يعني أمر معين لشخص من المفترض أن يكون سر بالنسبة لك. نقول ألو، أهلا وسهلا. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ كريم؟ بخير الله يحييك، يا أهلا وسهلا. الله يسعد صباحك ويحييك. الأخت اللي قبلي قالت كلام كثير، يعني يمكن كفت ووفت. فهي صادقة من هذه الناحية، أنه أول شيء الطرفين عامة لازم يكونوا فاهمين عقلية بعض، فاهمين ثقافات بعض، الزوج إيش يبغى، الزوجة إيش تبغى. فهذه أغلب المشاكل اللي أتوقع أنها أغلب الأمور اللي تحدث فيها الطلاق الآن، ممكن يكون هذه سببها الرئيسي. والله أكثر يعني المشاكل أو أكثر حالات الطلاق لو ترجع في صلب المشكلة تلقاها مشكلة صغيرة بس كبرت. اي نعم صحيح، وعندك دور كبير يا اخوي الكريم، عندك دور كبير، دور الاهل. دور الاهل هذا دور ما هو سهل، دور كبير، بالذات انا بتكلم من ناحيه المراه، انها كيف تحتوي الزوج، كيف تفهمه، ايش يبغى زوجك، ايش ما يبغى، لها دور كبير.
يوم تجد بعض الأحيان تجد بعض العائلات بالعكس يوقف لك في الصف الجانب اللهم أنه عشان فقط أنه ابنه أو ابنته، ولكن يكون الغرض عنده، لكن عشان نفس اللهم أن هذا الشخص ينتمي له فيكابر ويعارض تحدث المصيبة الكبرى اللي هي اللي بعدها. هذه أيضا دور كبير، لأنه في أهل بيحتووا، في أهالي كثير بنشوفهم لا للأسف ما يحتوون، إما إن جاك من الأب أو الأخ أو الأخوات، إما تجي تكبر المشكلة زيادة أو إنها تسبب شيء أكثر من المشكلة توصلها لشيء أكثر. فالمجتمع بيني وبينك كلمة دورات هذه كمان أنا أشوفها قليلة 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 جدا. كلمة دورة، الدورة لا تقول لي أسبوع ولا أسبوعين ولا هي بساعة أو ساعتين، نتكلم أنت الدورة المفترض أنها تكون أقل حاجة ترى ثلاثة شهور، يفترض أنها مرتبطة بالعقود الزواج. جميل جميل، شكرا لك يا صديقي، ووصلت مشاركتك، أنا سعيد جدا باتصالك، الله يعافيك. شكرا، الله يسلمك، في أمان الله، مع السلامة. ألو، أهلا وسهلا. ألو، مرحبا. ويا هلا ومرحبا، الله يحييك. أهلا، كيف الحال؟ تمام، الله يسلمك. أخبارك سعد ياسر؟ بخير الله يعافيك، الحمد لله. سعد ياسر، أنا في كلمة مرة تستوزني مرة لدرجة أني ودي أصيح لو سمعتها. المرأة تحتوي الرجل، لازم المرأة تحتوي الرجل، وش أهمية المرأة بدون احتواء الرجل؟ وبعدين طيب وراح إنه ما حد يحتوينا، تدري الموضوع شي يدور حوله، أي علاقة في الدنيا عشان تمشي يبقى لها تنازلات، بس نقطة من الرجل ومن المرأة. أما مرأة تقعد تحتوي في الرجال اللي أصلا هو أوريدي مو فاهمها ولا هو بمتنازل شعره عشانها، والله لو تحتوي منا إلى يوم القيامة ما تغير شيء في الدنيا، صح ولا ماني بخطأ؟ طبعا صح في وجهة نظرك، لكن مش معناته إنه يعني هذا الكلام ينطبق على الكل. لا هو ينطبق، لأنه ما في يعني شو إيه، لأنه وجهة أكيد، لأنه في بعض الحالات ما هي بزي بعض، لكن إحنا نتكلم عن المشاكل اللي توصل للطلاق بعض الأحيان تكون في الأساس مشكلة طبيعية بسيطة تتضخم تكبر زي ما ذكرتي قبل شوي إنه ما في تنازلات، ومن الضروري إنه يكون في تنازلات، يكبر الموضوع، هذا يتمسك برأيه وهذا يتمسك برأيه، ونوصل لمرحلة صعبة جدا. فمين يحتوي الآخر؟ يعني كلنا طبعا الكل. نعم صحيح، بس مو بواحد، بس مو بأنا بالحال طبعا أكيد. والله راح عمري وانا احتوي استاذ ياسر، والله عموما يعني مساكم سعيد ان شاء الله. شكرا لك، ويعني وجهة نظر، شكرا يعني. شكرا، وجهة نظر احترمها، اكيد اكيد نحترمها. شكرا لك يعني. وكلام سليم، شكرا لك، في امان الله، مع السلامه. الو، اهلا وسهلا. الو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ طيب خير، الله يعافيك ويسلمك، يا هلا وسهلا. صراحة أنا أول مرة أتصل على الإذاعة، أول مرة. والله أنا عرفت إنه هذه أول مرة تتصل على الإذاعة. إيه متردد شوي والله. لا أبداً أبداً، بالعكس، الله يحييك، يا هلا وسهلا. الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. طبعاً الموضوع عشان الطلاق صح؟ لا 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 لا، إحنا نتكلم عن تضخيم الأمور. أو يعني شخص اللي تكون عنده مشكلة ما يعطيها حجمها الطبيعي. صح. فعلا، وترى السبب الرئيسي في الأشياء هذه للأمانة العناد. يعني كيف يعني عناد؟ يعني كل واحد يشوف نفسه من الصح وقت المشكلة، يعني ممكن يكون في طيب أنا ودي تقول الشيء اللي أنت اتصلت عشان تقوله، ما عليك في موضوعنا، قول اللي في خاطر. خاطري انه ما ادري كيف، ما عرفت كيف اسوي عشان انا اكون مرتاح في حياتي الزوجيه. عرفت، احس انه مره كذا ابغى ارتاح، فجاه كذا يصير فيه موضوع يجبرنا ان ينشد الكلام، يصير فيه عناد، انا اكون عاند. يعني عارف انه انا
مثلا وصلت للعناد المرحلة اللي أنا عارف إني أنا غلطان، صرت عاند ما أدري ليش، وهي نفس الطريقة. فأحس إن سبب رئيسي كذا العناد هو اللي يخلي التفاهم والاحتواء والعلاقة الحلوة والراحة النفسية اللي تمر عليك أحيانا، العناد هذا يضيعها كلها، يخليها تختفي كذا. عندي استرس إنه كذا يعني وجهة نظري وبس حبيبي، ما أدري أنت فهمتني ولا لا. أنا فاهمك أكيد. وخلينا نتفق على شغلة، بأنه دائما إذا كان احترام الطرفين موجود في أي نقاش، هذا زي الحاجز اللي ما يخلي الشخص يتطاول أو يتعدى على حقوق الآخر في مسألة عناد، في مسألة يعني تمسك بالرأي، فرض الرأي. صح. فأتوقع أنه شعرة الاحترام هذه إذا فقدت، إحنا مع أنه المرأة تعصب أو أنها مثلا يكون عندها حالة معينة، ولكن الاحترام مطلوب يعني في بعض الأحيان. فلذلك يعني كل واحد أحيانا أتوقع ولا بقطع كلامك، أتوقع أنه ضروري دائم يكون فيه احترام. نعم. بس لحظة الزعل ولا لحظة الغضب كذا الواحد ينسى كل حاجة حلوة. صحيح. الزوج أو الزوجة، فهمتني؟ ولا ممكن يكون فيه علاقة حلوة وفي حب وفي ود وفي احترام وفي كل حاجة، فأحيانا تصير مشكلة تافهة كذا يوصل الموضوع للعناد. العناد هذا يكبر وفرض الرأي أنه أنا صح، سواء عن نفسي أنا كزوج أو عن الزوجة، يصير أنه فيه عناد أنه كل واحد يقول أنه أنا الصح. ممكن من داخلنا كل واحد عارف إيش الصح، بس لحظة غضب كذا خلاص كل واحد تنعم عيونه على الأشياء الحلوة، ينسى كل شيء حلو، فهمتني؟ فيصير كذا أتوقع نهايتها مو كويسة. وأعرف ناس كثير من أصحابي يعني أنه انتهت علاقتهم الزوجية وانفصلوا بكل تقبل يعني من بين الطرفين. يعني أنا معاك في لحظة أنه الواحد وقت الزعل ممكن أنه يعني، بس هذا أنت تقول أنه وقت الزعل تنسى، بس انك ترجع يعني تعترف انه هذه لحظة غضب، فهذا امر جيد انك انت تعترف انه هذه لحظة غضب. بس اذا تكررت المشاكل او كثرت، يعني مو تكررت، اذا كثرت يعني تؤدي لين توصل الموضوع طريق مسدود، يعني تقفل وجهك خلاص كذا. وجهة نظري احس ممكن يعني امر بالاشياء هذه يعني صراحة. صدقني كثير يعني من اللي يسمعونك حاسين فيك وعارفين هذا الأمر اللي أنت تمر فيه. مع أنه في حب صراحة يعني. فلذلك الصبر يعني، أنت دائما لازم تتأكد أنه كل الأشياء الحلوة موجودة والله. الحياة ترى الموضوع في كثرة. هذه شراكة، ما هي يعني هذه شراكة في الحياة. فمن الوارد بالضبط يعني. فمن الوارد أنه يكون في هذه المشاكل. خلينا إحنا نكون مستعدين أنه ممكن يكون في زي كذا، بس كيف نقدر أنه ما توصل هذا الأمر إذا أنه صار ضرر بالنسبة لك، ضرر نفسيتك، نفسية الطرف الآخر. إي والله يعني لازم الواحد يوقف عشان تنتبه على صحته وعلى نفسه. خلاص يعني خلينا نكمل هذه الحياة بدون مشاكل، نتفق على أشياء ونلتزم فيها يعني، بالذات إذا وصلنا لمرحلة أنه زاد هذا الموضوع. نتنازل كمان. طبعا 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 أتفق معك، التنازل مهم جدا. صديقي أنا سعيد جدا باتصالك وبمشاركتك معنا. سعيد والله على برنامجك الحلو، طول عمرك، على أسلوبك الجميل وعلى الأشياء الحلوة اللي سمعتها. طول عمرك من طيبك، الله يحفظك، يكون سبب في الأشياء الجاية الحلوة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب بإذن الله، تفاعل إن شاء الله في الخير وتفاعل في الأيام الجاية وتكون جميلة بإذن الله. شكرا لك يا صديقي، يعطيك العافية. الله يعافيك، يطول عمرك في أمان الله. ألو، أهلا وسهلا. هلا والله، مرحبتين. يا هلا ومرحبا، الله يحييك. يا ياسر كيف حالك؟ تمام، الله يسلمك ويعافيك. انا والله يا زاد كنت منك معك من اول الخط، لكن اقول للناس احتوا انفسكم لا يحتويكم الشيطان، سمعت مني ياسر. ويعني المشاكل هذه تنحل اصلا كذا ولا كذا تنحل، بس اذا تدخلوا الاهل حاسوا ام الشغله. طبعا سمعت، ولا الواحد إذا كان بينك وبين زوجتك مشكلة
افصلوها في بعض، افصلوها عن بعض، انتوا يا لحالكم، ايش دخل امك وامه وابوك وابوه، وتصير مشاكل تكبر المشاكل. صحيح. وبالاخير كل اللي يحتوي الثاني، والله يعني انا الحمد لله ترى انا متزوج الحمد لله، ولكن كل واحد يحتوي الثاني لا يحتوي الشيطان. والسلام عليكم. طيب انت الحين يعني الله يسلمك، انت الحين يعني يوم تسمع سوالف زي هذه تفكر في الزواج ولا ما تفكر؟ لا والله ما فكر، والله ما فكر، والله يرزقنا بالحور العين ان شاء الله. الله يرزقك ان شاء الله يوفقك يا محمد. شكرا جزيلا، شكرا لك، في امان الله، مع السلامه. اصدقائي وصلنا الى ختام حلقه اليوم. لا تؤول وتفسر المواقف وفق آرائك ونظرتك، فأنت لا تعلم نفسية الناس اللي حولك حتى تحكم عليهم بفعل هذا الأمر أو تضخيم الأمور وتهويلها. دائما حاول أنك تلتمس الأعذار لكل الناس اللي حولك، ولا تكون سبب في نفور كل الناس اللي حولك وانقطاع العلاقات. أنك تضخم أمر بسيط ما رح يزيدك إلا تعب، ويعني أعطي كل شيء قدره الحقيقي، ولا تعتقد بأن الأمور يعني أنها تكون دائما إيجابية. توقع بأنه يكون هناك أشياء أو مشاكل، تصرف فيها بإيجابية تجاه أغلب المواقف اللي ممكن تمر فيها في حياتك. أصدقائي أنا سعيد جدا بكل المشاركات، لكل الناس اللي استمعوا لنا اليوم. لقانا يتجدد بكرة في نفس الموعد 12 بعد منتصف الليل. تحيات مهل بقومي معدة البرنامج، ومني محدثكم ياسر الشمراني. إلى اللقاء.